تمام كيف. هنبدأ نتكلم النهاردة على باركنسون ديزيز. أولا تعالى بس أنا حاجب في البداية في الاسم كده، هو احنا ليه نقول باركنسون؟ ما نقولش باركنسونيزم. ليه بنقول باركنسون؟ لأن اللي اكتشف المرض ده واحد اسمه باركنسون، فهو المرض متسمي باسمه، فبنسميه باركنسون. لما أجي أقول ساعات أنا بكرر كتير كلمة باركنسون لايك سيندروم، ليه بقول هنا باركنسون لايك؟ يعني مثلا أنا سايكوتك بتعمل باركنسون لايك، مش بقول عليها باركنسون، لأن الباركنسون ديزيز الديفينيشن بتاعه إيه؟ It is a degenerative disease. ده شرط الباركنسون. يعني ايه degeneration؟ ها؟ يبتدي يحصل depletion في الدوبامينرجيك نيورون اللي موجودة في البرين. ده كده اسمه باركنسون ديزيز. اوكي؟ طبعا انتوا يعني اكيد عارفين ومر عليكم قبل كده فكرة الباركنسون ديزيز. الباركنسون ديزيز اول حاجة ده بيبقى فيه بالانس بين مين ومين. في بالانس بين الدوبامين والاسيتايل كولين. الدوبامين طبعا بيشتغل على الدوبامين ريسبتورز، بالنسبه للاسيتايل كولين ده بيشتغل على المسكارينيك ريسبتور. طيب هو في اسباب تانيه للباركنسون غير بقى اللي هو الديجنريتيف ديزيز؟ في دراج انديوست حاجه بتعمل، واخدنا منهم امثله زي مين المره اللي فاتت لما اخذنا الانتي سايكوتيك ده بيعمل باركنسون لايك سيندروم. كان في دواء جت سيرته برضو المره اللي فاتت وقلت لكم كان دواء بنستعمله في الهايبرتنشن وبطلنا استعماله لانه كان بيعمل نسبه ديبريشن عاليه قوي، وسمعناه في الادرينرجيك اللي هو كان الريزيربين لو تفتكروا الريزيربين، بس قلت لكم رجع تاني يستعمل في تاردر ديسكاينيز، ما كانش يستعمل كانتي هايبرتنسيف لان الريسك بتاعه يعمل ديبريشن وسويسايدال تندنسي كان عالي قوي، فبطلنا استعماله كانتي هايبرتنسيف. خدنا دواء برضه كان اسمه الالفا ميثايل دوبا لو تفتكروا، كان برضه ده بيعمل ديبريشن في الدوبامين. فدي ادويه ممكن تعمل اللي هو الباركنسون لايك ديزيز. يبقى انا عندي ديستربنس في الدوبامين والاسيتايل كولين. اللي بيحصل ايه؟ بيحصل ديجنريشن فبيبدا الدوبامين يقل. ريلاتيفلي بيبدا مين يزيد؟ بيبدا الاسيتايل كولين. انا مش بتكلم على اماونت يا جماعه، بتكلم ريلاتيف. في بالانس بين الاثنين. عشان كده لما هتيجي تعالج ايه التريتمنت بتاعي بقى؟ حاجه من الاثنين. لإما هتحاول تزود الدوبامين في البرين، هتزود الدوبامين في البرين، أو هتعمل إيه؟ تحاول تقلل الأكشن بتاع الأسيتايل كولين فهتدي أنتي ماسكارين. هو ده الاستراتيجي في علاج الباركنسون ديزيز. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي. لو انا هتكلم على الدوبامين في البرين، نمره واحد، اول حاجه هعملها انا هعمل حاجه اسمها ريبليسمنت ثيرابي. يعني ايه ريبليسمنت؟ حدي ايه؟ حدي دوبامين. اوكي؟ بس طبعا زي ما انتوا عارفين ما بقدرش ادي الدوبامين وهتكلم عليه بالتفصيل. بندي حاجه اسمها الدوبا. طيب ال دوبا ده بيحصل له ايه؟ بيحصل له ابتيك في النيورون، وجوه النيورون بيبدا يتحول بانزيم اللي هو اسمه ديكربوكسيليز انزيم. يتحول الى دوبامين. فكده انا بعمل حاجه اسمها
ريبليسمنت. خليكم فاكرين ان ال دوبا ده لو انا بتكلم على ال دوبا انا هنا بتكلم بريفر ماليش دعوه سنتر. في مشكله مع ال دوبا بريفر عشان نتخيل احنا بنعالج ازاي. اول مشكله ان هيبقى عندي هنا في انزيم وده موجود بريفرال اسمه كومت لو تفتكروا ده مش موجود في البرين. انا بركز على الحته دي عشان هنفهم دلوقتي واحنا بنعالج ازاي. فانا هنا ده ال ال دوبا لو اشتغل عليه الكومت بريفرالي هيحوله ايه؟ بيحوله لانكتيف ميتابولايت وده كده بيبقى ملوش لازمه خلاص. بس ده بريفر اوكي. طب تعالوا نرجع سنتر. حد فاكر ايه؟ نعم انت بتدي من بره اللي دوب فالعيان اخذ اللي دوب موجود بريفر في الجي اي تي حصل له ابزوربشن وطلع دخل فين؟ احنا بنتكلم هنا فين؟ في السي ان اس. فهو دخل حصل له ابتيك فين؟ في النيورون. لما بيخش النيورون بيفضل اللي دوب ولا يتحول لدوبامين؟ مين اللي بيحوله؟ الديكربوكسيلاز. كويس؟ دي اول طريقه. حاجه ثانيه بيبقى موجود فوق في البرين انزيم مسؤول عن تكسير المونوامينز اللي هو كان اسمه ماو انزيم. وهنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الاكثر اللي مسؤول عن تكسير الدوبامين هو مين؟ هو الماو بي انزيم. اوكي. يبقى انا اول حاجه انا عملت ريبليسمنت بمين؟ بالال دوبا. في طريقه ثانيه اقدر اخلي بيها الدوبامين يزيد في المخ. بص للبرين ها ممكن توقف مين؟ ممكن اوقف الماو بي. فهنا لو وقفت الماو بي بدواء اسمه سيليجيلين على فكره اسمه الثاني في بعض الريفرنس بيسموه ديبرينين ده اسمه الثاني لكن هو احنا هنسميه اللي هو سيليجيلين. فده ممكن توقف الماو بي علشان تزود كميه الدوبامين. في حاجه كمان ممكن ادي دواء لو تخيلت ادي الدوبامين فيزيكال ممكن ادي دواء بيعمل ايه في الريليس بتاع الدوبامين؟ بيزود الريليس. وده دواء على فكره انتي فايرال مشهور قوي اسمه امانتادين. الامانتادين ده انتي فايرال وده ممكن يزود لي الريليس اوف دوبامين. بيعمل كده بس؟ لا. خليكم فاكرين كمان ان الامانتادين ان ام دي اي انتاجونست دي اللي هي الان ميثايل دي اسبارتيت ريسبتور دي بتاعت ايه؟ جلوتاميك. طب وده هيفيدني في ايه؟ عامل لي انهبيشن. خليكم فاكرين ان الجلوتاميك هو مهم في البرين اكتيفيتي لكن من ضمن الترانسميتر اللي انفولفد ان هي لما بتزود الكالسيوم ومسؤوله عن الديجنريشن. يعني لو تخيلنا ان ده بيعمل انتاجونيزم للاكشن بتاع الجلوتامين فالى حد ما هيبطا شويه. قلت هيبطا مش هيمنع مش همنع الديجنريشن اللي بيحصل في الباركنسون ديزيز. ده اسمه امانتادين. في طريقه ثانيه هو كان ام دي اي انتاجونست بيوقف شغل الجلوتاميك والجلوتاميك لما بيزيد في المخ ممكن بيتقال بيعمل حاجه اسمها سايتوتوكسيستي بيعمل ديجنريشن في البرين فكده هيوقف هيبطا الديجنريشن. في طريقه ثانيه ان انا اسيب الدوبامين ماليش دعوه خالص بالنيورون وابدا ادي ايه؟ وابدا ادي دوبامين ها
اجونست. الدوبامين اجونست هيبقى عندي اتنين. في الكلاسيك القديم خالص اللي هو اسمه بروموكريبتين، وفي حاجه تانية طلعت جديده اسمها براميبكسول. في حاجات تانية مكتوبه عندنا في النوت، مش عايزها، عايز تعرف الاثنين بس. هقول ليه الاثنين دول اخترناهم، اللي هما البروموكريبتين والبراميبكسول. في الروبينيرول، في الروتي الروتو او الريتو جلوتين، مش عايز دول، عايز نعرف دوامين الاثنين، هما دول بس كدوبامين اجنست. كويس، يبقى كده عندي كام دواء ممكن يعالج باركنسون عن طريق الدوبامين. ها، واحد هتعمل ايه؟ ريبليسمنت. اتنين هتدي مو بي ايه؟ انهبيتور. ثلاثة ها هتدي ايه؟ هتدي امانتادين اللي هو بيزود الريليس وبيعمل ان ام دي اي انتاجونست. اربعة ممكن ادي ها دوبامين اجونست. مفيش حاجه تانية؟ كومت، اعمل انهبيشن للكومت. بس الكومت هيشتغل سنترا ولا بريفري؟ خليكم فاكرين ان الكومت يشتغل عشان ليها كلينيكال ابلكيشن مهمه قوي بعد كده. لكن اقدر اقول ان انا حدي الكومت انهبيتور، وده اللي هو الانتكابون. يبقى دي الادويه اللي هقدر اشتغل عليها على ان انا ازود الدوبامين. امال الانتي ماسكارينيك؟ انتي ماسكارينيك في عندنا اتنين، هنعرف واحد اللي هما بنزوتروبين. كفايه واحد بس تراي هيكس فينيلايل، وفي حاجات تانية مش عايز، عايز فقط دواء واحد فقط كاكزامبل على الانتي ماسكارينيك. تعالوا كده نشوف البنزوتروبين او الانتي ماسكارينيك ونشوف ايه دوره في الباركنسون. نمرة واحد، هو امتى افكر في استعمال الانتي ماسكارينيك؟ هو الانتي ماسكارينيك ليه انديكيشن. نمرة واحد، ده ممكن تستعمله في بداية المرض لو الاعراض عبارة عن فقط تريمورز وحاجة اسمها سيالوريا. ايه السيالوريا دي؟ اللي هي اكسس سالايفيشن. هو ليه العيان اللي عنده اكسس سالايفيشن او عنده باركنسون؟ هو في عنده مشكله في البلع، وبالتالي بيبقى عنده سيالوريا. نمره اتنين، ممكن اديه في الدراج انديوست باركنسون لايك، زي مين؟ زي اللي اخذناه المره اللي فاتت اللي هو الانتي سايكون. طب ليه دور تاني؟ احنا اتفقنا ان الباركنسون ايه؟ تريمورز، ريجيديتي، برادكايميزيا. هو ممكن يصلح ريجيديتي وبرادكايميزيا؟ لا، يبقى هو ملوش دور الا في حالات بسيطه فقط من الباركنسون. ممكن تضيفه مع حاجه من دول، لكن ملوش اي دور قوي ان انا ابدا استعمله كده. لا، غالبا ممكن نبدا فيه لو بدايه تريمورز خفيفه قوي مع العيان. وعلى فكره التريمورز ليها حل تاني برضه اخذناها في الادينيرج، كان في حاجات في بستعملها في اسينشال تريمورز. فاكرين البروبرانولول؟ كان ممكن من الحاجات اللي انا ممكن اديها في الاسينشال تريمورز، لكن لو عايز تدي تدي انتي ماسكارين. تعال نبص ايه مشاكل انتي ماسكارين. الى حد ما طبعا سلكتيفيتي مش 100%. اولا المشاكل العامه بتاعه انتي ماسكارينيك اللي هي ايه؟ ها،
احنا اتفقنا عليها اللي هي البروستيت والانترا اوكيولار بريشر. اوكي دي مشاكل بتاعه اي انتي ماسكاري. طب هنا بقى كعيان عنده باركنسون الانتي ماسكاري ده فاكرينه ده اتروبين يا جماعه؟ حد فاكر التوكسيستي بتاع الاتروبين كان كنا بنوصفها بايه؟ مش عارف ريد ريد والكلام ده. وفي حاجه اسمها ماد أزهد. هي الماد دي يعني عنده زي حلوسه. فالحاجه الكاركترستيك بقى هنا ممكن يعمل هالوسينيشن. طيب ايه تاني؟ حد فينا فاكر حاجه اسمها اللي هي الالزهايمر؟ الزهايمر ده كان بيبقى ناقص في مين؟ ناقص في الاكشن بتاع الاسيتايلكولين. وانت هنا بتدي سنترال ايه؟ سنترال انتي ماسكارينيك. فمن ضمن المشاكل اللي ممكن نشوفها معاه ودي كاركترستيك ان يبتدي ممكن يعمل لي ميموري لوس. طيب ايه تاني؟ لو انا هديه مع ال دوبا، خد بالك بقى احنا هنا ايه علاقه الاتروبين بالجاستريك موتيليتي؟ الاتروبين ده بيعمل ايه في الموتيليتي؟ بيقلل الموتيليتي. فدي من الحاجات اللي مشهوره عن اي اتروبين. فهنا ممكن يقلل الابزوربشن بتاع، وهقول لكم ليه دلوقتي، بتاع ال دوبا. هيقلل الجاستريك موتيليتي وهو ليه حاجه كاركترستيك مع ال ال كويس. يبقى كده الانتي ماسكارينيك دوره ايه؟ ها عشان نخلص منه بقى في الترينو سالوريا ممكن تديه في الدراج انديوست، ده تاني حاجه ممكن تستعمله. عايز تستعمله بقى في الباركنسون تديه مع حاجه ثانيه، لكن غير كده ملوش دور في ايه؟ ها خلينا فاكرين، ولا في البرادكينيزيا ولا في الريجيت، ملوش دور فيهم، مش هيعالجه. اوكي ادي الادويه اللي احنا هنتكلم عليها في الباركنسون ديزيز. يبقى تاني زود الدوبامين ريبليسمنت اللي دوبا، تدي امانتادين يزود الريليز، توقف الميتابوليزم سنترال بالماو بي انهبيتور، تدي دوبامين اجونيست، ممكن توقف تاثير الكونت بريفر. دي الادويه اللي احنا هنتكلم عليها في الباركنسون ديزيز. دي اي سؤال؟ لسه بس دي النقطه. ها هو دكتور، هو ال دوبا ما يشتغلش كاجونست ولا هو بس بيتحول لدوبامين؟ يتحول لدوبامين؟ لا هو ما يشتغلش كاجونست. ها في حد عايز دي؟ تعالوا نبدا نتكلم على طبعا اهم دواء او دواء يعني جديد عندنا النهارده هو ال ال دوبا. صحصح كده لان في كلام في الكاينتيك بتاعته مهمه قوي، هي اللي بنركز فيها شويه على الكاينتيك. تعالوا نبدا انا حدي العيان ده ال دوبا، ادي ال ال دوبا اهي. ال ال دوبا دي جوه الجي اي تي، هي دي بتمتص ازاي؟ ده بيمتص بحاجه اسمها امينو اسيد كارير. دي نمره واحد. يبقى علشان يحصل له ابزوربشن بيستعمل امينو اسيد كامل. طب والكلام ده ليه اهميه؟ ايه اهميته بقى؟ ياخده معاه. لو انت اديت معاه ايه؟ بروتين. ها؟ ايه علاقه البروتين بالابزوربشن بتاع ال دوبا؟ هيقل ولا لا؟ هيقل. دي حاجه، يبقى هنا الامينو اسيد كارير مهم. طيب خدت انا ال دوبا اهو،
راح البلد. قدامه كم سكة يمشي فيها؟ تعالوا نشوف. نمرة واحد هو ممكن يطلع يخش البرين، بس برضو علشان يتاخد بيخش عن طريق أمينو أسيد كاريرز. دي مشكلة تانية. ايه بقى؟ يعني البروتين مش بس اللي في الدايت هيأثر عليه، ده هو هيخش البرين ها بأمينو أسيد كاريرز. يبقى لو في بروتين عالي في الدم ها يعمل ايه في الـ في البنتريشن بتاع ال ال دوبا؟ هيقلله. او ال ال دوبا بيمشي في سكتين، ممكن عن طريق الكومت. انا قلت الكومت مش سنتر، فيتحول الى اناكتيف ميتابولايت. طب وايه يعني الاناكتيف ميتابولايت ده؟ هو نفسه بيخش هنا. طب ده يعمل ايه؟ ده كده ايه؟ ها؟ هيحصل كومبيتيشن بينه، يعني انت كل ما هتزود ده انت عملت ايه؟ انت خسرت ال ال دوبا وزودت الكومبيتيتور بتاعه اللي هيمنعه من دخول مين؟ اللي هيمنعه من دخول البريك. او سكة تانية. ممكن يتحول بالدي كاربوكسيليز، صح؟ يتحول لايه؟ يتحول لدوبامين. يجي يخش هنا ما يعرفش. في نفس الوقت الدي كاربوكسيليز ده بيبقى فيه كو فاكتور مهم قوي اللي هو الفيتامين بي 6 اللي هو البايريدوكسين. فيتامين بي 6 is a co factor for conversion of dopa الى دوبامين. ده ايه ده؟ يعني انتوا متخيلين اهو ال دوبا ده ممكن الدايت تاثر على امتصاصه. عرفتوا بقى ليه؟ ان انا لو اديت معاه انتي ماسكارينيك ها ده انا هخلي الدنيا تهدى قوي وهخلي كده الكومبيتيشن يزيد، امتصاصه بيتاثر وهو نفسه بيتاثر بالستومك اسيديتي، يعني هخسر منه جزء مش قليل. نمره اتنين، انت عايز تمنع الديكربوكسيليز، سهله، تعمل ايه؟ ها ادي بريفرال ديكربوكسيليز انهبيتور، وطبعا لازم يكون ها بريفرال، ما ينفعش دي سنترال. ليه؟ ان هو نفسه في البرين محتاج الانزيم ده علشان يتحول الى دوبامين. ده اللي هو اسمه ايه بقى؟ ده اللي اسمه كاربي دوبا. بس يبقى الكاربي دوبا هنا بقى لما تضيفه على ال ال دوبا ايه مستو؟ طبعا ليه ريشو معين ها؟ ايه بقى مستو؟ هيمنع البريفرال كونفيرجن اوف ال دوبا الى دوبامين. تعرفين لما حطينا ده وفرنا قد ايه في الدوز؟ نتكلم في 75% من الدروس. كان الاول كل ده ممكن يتحول وما يعرفش يعدي. انت مش ممكن مش تكتفي بكده كمان، انت ممكن كمان تدي ايه معاه؟ ها؟ قمت ايه؟ انهبيتور اللي هو انتكابون. هيعمل لك ايه بقى؟ هيمنع الميتابوليزم بتاع ايه؟ بتاع ال دوبا بريفرالي الى انكتيف ميتابولايت. فكده توفر ال ال دوبا عشان يقدر يخش للبرين. بس ناخد بالنا بقى هنا من حاجه، هو انت ينفع تدي انت كابون لوحده؟ لا لا كده فيه. هو ايه دور الانت كابون؟ هو علشان يحافظ على ال ال دوبا من ان هو يتحول الى انكتيف ميتابولايت. هتدي ال دوبا ممكن تدي انتكابون، لكن لو اديت انتكابون لوحده في مريض باركنسون ده ينفع؟ هيفيدك بايه؟ هو بيعمل حاجه سنترال ما بيشتغلش سنترال. اوكي، ده كده الكاينتيك بتاعه ال
لكن عادي بتحط الكاربيدوبا هتحط معاه الكاربيدوبا. عندي بقى هنا مشكلة يعني فكروا في حلها. هو كده ايه علاقة الامينو اسيد بالإلي دوبا؟ يعني ده هنا اهو ده بيمنع امتصاصه وكمان بيمنع ايه دخوله. طب لو انا قلت بيمنع امتصاصه بس سهلة لما تيجي تدي الإلي دوبا ادي الدايت ايه فري اوف بروتين صح؟ الله طب ما البروتين اللي في الدم برضو لما الأمينو اللي في الدم هيمنع امتصاصه قضية صح؟ طبعا دي فيها حلول لأن نتصرف ان احنا بندي العيان ده بنحوش البروتين بتاعه كله ودي ايه؟ ودي في الدايت بتاع بالليل خالص علشان ما ياخدش البروتين طول اليوم طول ما هو بياخد الإلي دوبا. هتحط مع الإل دوبا كاربي دوبا ده بريفر دي كاربوكسيليز انهيبيتور. خد بالك المريض ده لما يجي ياخد فيتامين بي 6 طبعا في منتهى السهولة احنا عندنا هنا المالتي فيتامينز ده اوفر ذا كاونت فيروح العيان انا مهمل تعبان فيبتدي ياخد مالتي فيتامينز في نسبة معينة من البي 6 لا تتعداها في العيان اللي عنده باركنسون وانت بتديله ال دوبا لان ايه علاقه البي 6 بال ها بالديكاربوكسيليز بيعمل ايه انهانس البريفر كونفرجن ولو زود لك البريفر كونفرجن السي ان اس افكت بتاعه هيقل واضح كده ها ده كده اللي هو الكاينتيك بتاع ال ال دوبا. نفتح السين ها ده موجود في السوق بس المبدئيا اول كومبينيشن طلعت كانت ال دوبا مع كاربي دوبا طلع بعد كده ال دوبا مع كاربي دوبا وحط عليها ايه انتكابون بس مفيش حاجه اسمها انتكابون لوحده مفيش حاجه اسمها كاربي دوبا لوحده لكن اما نتكلم بعد شويه هقول لك في سيليجيلين لوحده لان السيليجيلين بيشتغل فين سنترال في البرين ها بص احنا تملي في الديسيجن بتاعنا باخد اخف الاضرار يعني انا عارف لازم هيأثر بس مفيش حاجه ما انت ما ينفعش تدي لعيان ما تديش عنده بروتين لعيان عنده مصل ويستنج لازم ياخد بروتين هتديله امتى لازم تفكر في حل يعني انا هعترض على لكن طب ايه الحل لازم تديه بطريقه معينه بحيث ان هو ما ياثرش عليه قوي لكن هيأثر طبعا ها طيب عشان كده بقول لك ما ده تحسن الاول طلعوا ال دوبا مع الكاربي دوبا ثانيا طلعوا ال دوبا مع الكاربي دوبا وحطوا معاه انتكابو يعني انت بتحسني الدفع ما فيش مشكله في كده وفي كده ها ما بص كنا زمان لما بنيت ال دوبا لوحده ما تقدرش تدي ها بي 6 معاه لكن بعد ما حطينا الكاربي دوبا اللي هو بيعمل بريفرال انهيبيشن بقى مسموح لك بايه بجرعه من البي 6 اللي هي تبقى سفيشنت للجسم عامه ده الفرق اللي حصل ها طيب تعالوا نشوف بقى هي ايه الادفرس افكت اللي انا ممكن اشوفها مع ال ال دوبا الادرس افكت مع ال دوبا هي هما تقسيمتها ظريفه هما اثنين سنترال اثنين بريفرال واثنين مالهمش زي في الفارماكولوجي مش هنسمعهم تاني في الفارماكولوجي اول حاجه اثنين سنترال انت كده بتعمل ايه في الدوبامين في البرين زودت الدوبامين في البرين صح؟ ارجعوا كده بالذاكره هو انا لما زود الدوبامين في البرين لا سنترال لو انا زودته هيعمل سايكوزيس صح؟ السايكوزيس دي هتبان في صوره ايه؟ هلوسه ها؟
هالوسينيشن وممكن اعراض سايكوزس. ده دوبامين. لو الدوبامين زاد في النيجروسترياتر ها كان العكس بيعمل ايه؟ انفولانتري موفمنت او اللي هو بنسميها الديسكايميزيا. يبقى دي حاجتين نتيجه زياده الدوبامين سن. لاما هيعمل للعيان شويه سايكوزس وهالوجينيشن اعراض سايكوزس ده دوبامين او هيعمل له انفولانتري موفمنت اللي هي في صوره كوريا او كوريك موفمنت. كويس. لو انا جوتهم بريفرال بريفرال هيبدا ياثر على الجي اي تي وعلى الكارديوفاسكولار سيستم. على الجي اي تي هيعمل ايه؟ هيبدا يزود لي الاتش سي ال، هيبدا يعمل لي ستيميوليشن برضه للسي تي زد، فالعيان يبدا يجي له ايه؟ نوزيا وفوميتنج. ده لازم دوبامين بيعمل فوميتنج. لو انا زودته، فاكرين الدوبامين علاقته ايه بالكارديوفاسكولار سيستم؟ الدوبامين كان ممكن يعمل اريزميا، كان بيعمل ايه على البلاد فيسلز؟ فازو دايلاتيشن. الدوبامين ممكن يعمل لي هايبوتنشن، ممكن يعمل بوستال هايبوتنشن، كل ده ممكن يحصل من الدوبامين. ده بريفرال. طب انا كده انا اقدر اوقف الفوميتنج ده بتاع الجو ادي ايه؟ احنا خدنا الجي اي تي وخدنا الانتي اميد. هو هنا الفوميتنج نتيجه دوبامين اكتيفيشن. عايزكم تختاروا لي دواء بيقفل الدوبامين ريسبتورز ويبقى انتي اميد. كنا خدنا اثنين، خدنا الميتوكلوبراميد واخدنا الدومبريدون. اختاروا لي واحد لو قلت لي ميتوكلوبراميد يبقى العيان ده عملت له ايه؟ زودت له اعراض الباركنسون. ليه؟ لان الميتوكلوبراميد سنترالي اكتنج. لكن اللي مسموح لك تستعمله هنا هو الدومبريدون. ما ينفعش تدي ميتوكلوبراميد. دومبريدون مش بيشتغل سنترالي قوي، بيشتغل ممكن على السي تي زد، والسي تي زد بره الى حد ما مش جوه البلاد برين باريا. لكن لو اديت ميتوكلوبراميد العيان ده ايه؟ العيان ده كده هيخش مني فيه سيفير باركنسون لايك سيندروم. دي حاجه. طيب ايه بقى الاثنين اللي هم مالهمش زي؟ تعالوا عشان نفهمهم مع بعض. في حاجة اسمها end of dose akinesia. akinesia هي هايبوكينيزيا. على فكرة هي مريض الباركنسون عنده akinesيا او هايبوكينيزيا. طيب هو يعني ايه end of dose akinesia؟ انا هبدا ادي العيان، هفترض ان انا هديله ثلاث جرعات من ال ال دي. ففي بدايه المرض ادي الجرعه اللي خدها، فالعيان بيفضل متحسن لمده 8 ساعات مثلا. الجرعه الثانيه، الجرعه الثالثه، هكذا. فادي كده في بدايه التريتمنت انا لسه بادي بال ال دي. مع تكرار الاستعمال هيبدا يحصل ايه؟ ادي الدوز اهي، فيبدا العيان يتحسن كده. هنا يعني ظهر ايه هنا؟ ظهرت اعراض مين؟ اعراض الباركنسون. ها وهي ايه اعراض الباركنسون؟ ها واحده منها ايه؟ اكاليميزي. ده اللي حصل في العيان. يعني ايه اند اوف دوز اكاينيزيا بقى؟ ها بالعربي يعني كده البنفيشال افكت او البنفيشال ديوريشن
من الدوز عمال كل شويه ايه يقل اهو ده اسمه end of dose akinesia. akinesia يعني اعراض مين؟ اعراض الباركنسون ظهرت للعيان. نمره 2 فدي اسمها end of dose. في حاجة تانية اسمها on off phenomena. ايه بقى الـ on off phenomena؟ on off دوس تولع النور، off تفصل النور. هو بالظبط كده الـ on off معناها sudden acute symptoms of Parkinson. لدرجة ان العيان ممكن يبقى ماشي ويخش في الـ off phenomena. off دي يعني كأنه مش واخد علاج خالص وكل اعراض الباركنسون تجيله في اللحظة دي. ممكن يبقى ماشي يحصل له ايه؟ يقع فجأة. دي اسمها off phenomena. يقع بريجيديتي ومش قادر يتحرك، مفيش حركة خالص وعنده سيفير مصر بريجيديتي. كل اعراض الباركنسون. امال اون معناها ايه؟ ان السيمتوماتيك ايه؟ فري، مفيش اي سيمتوم عند العيان. ودي حاجة بتحصل صدن. اون اوف فينومينا. حاولنا نشوف ايه السبب؟ مش عارفين السبب. ملهاش علاقة بال بالسيرم ليفل بتاع الـ دو، ما حدش عارف سببها ايه الـ on off phenomenon. يبقى في حاجتين هيحصلوا مع الـ دو. حاجة اسمها end of dose akinesia. ويعني ايه end of dose akinesia؟ ها؟ ان السيمتوم تظهر في نهاية الجرعة. كل ما بتستعمل الـ دوبا السيمتوم او الديوريشن بتاعها عمال يقل. وفي اون اوف عيان سيمتوماتيكال فري فجاه كل السيمتوم ظهرت اكيوت فور، فالعيان ممكن يقع وهو ماشي او وهو قاعد. هعمل ايه في الحالات؟ طبعا علاج الحالات دي صعب مش سهل. حد كده يفكر، فكروا معايا نعالجها ازاي. عندك عيني في صورة اهو، ادي الاوف ما بيتحركش، مصر ريجيديتي، اند اوف دوز اكينيزيا. ها فكر انا عايز اعمل اند اوف دوز. ممكن ادي الجرعه بدري شويه، ممكن اضيف ايه للعيان؟ اضيف حاجه تطول الاكشن بتاعه. ها ممكن اضيف مين؟ اضيف سيليجيلين، صح. ممكن اضيف انتكابول، كل ده ممكن يتضاف. ايه تاني؟ ممكن اضيف حاجه زي الامانتادين، اي حاجه تطول لي الشغل بتاع مين؟ بتاع الدوز بتاعه ال دو. كل ده ممكن يتعامل معاه. طب في حاله الاوف نصحصح بقى فيها. اوف دي العيان واقع ما بيتحركش، انت هنا لازم تدي حاجه رابيد اونست، مش هينفع هنا اورال. عشان كده في حالات الاوف بيبقى في دواء اسمه ابو مورفين، وده بيتاخد سب كيتينيوس. سب كيتينيوس ها يبقى ده في الامرجنسي، ده مش روتين درج. الابومورفين ده دوبامين اجونست، بيتاخد سبكوتينيوس، وغالبا بيتاخد في حاله الاوف فينو. ده انا بقدر ادي الابومورفين سبكوتينيوس. تعالوا كده انا قلت ال دوبا، تعالوا بقى كده ايه اسال اسئله ونرد عليها مع بعض. How to minimize adverse effect of L-Dop؟ فكروا بدي انتبيتك بداية كده، بداية لازم تدي L-Dop معاه ايه؟ معاه هتدي اللي هو الكاربيدوب.
كارب دوبا مستو ايه هتعمل دوز ايه هتقلل الدوز اللي بتديها ها ايه تاني لو جاله فوميتنج ها دومبريدون لو دخل منك في اند اوف دوز ها ممكن تضيف السيليجيلين تضيف الانتكابون تضيف الامانتادين لو دخل منك في اوف ممكن تدي اللي هو الابومورفين سبكتينيوس دي كلها علاج برضو خد بالك من الانتر اكشن مع ال دوبا وانت بتدي فيتامين بي 6 ها ليك ليميت في الفيتامين بي 6 وانت بتدي العيان ده بدايت خد بالك من البروتين دايت اللي انت بتديه ليه بريكوشن وانت بتستعمل البروتين دايت مع العيان لكن لازم اديله بروتين لازم ادي بروتين لكن هي الفكره اديله الدايت بتاع البروتين ده امتى مع الوقت اوكي في اي استفسار على اللي دوبا لا ما بتحسنش ما انا هقولك في الاخر لما بقول السمر بتاع التريتمنت هقولك ايه مشكله علاج الباركنسون وهقولك على المشكله بقى اللي بتواجهنا فيه وتبداي بمين فدي يعني انا مخليها في الاخر لانها قضيه ادفانس شويه بالنسبه لك لكن هتكلم فيها في الاخر في اي سؤال على اللي دوبا اوكي ناخد بريك 5 دقايق تعالوا بقى نتكلم على كل الدواء من اللي احنا اخذناهم دول سيبرت وطبعا هتلاقوا very common في كل الادويه اللي هقولها هيبقى فيه common side effect كل الادويه بتعمل ايه في الدوبامين في البرين بتزود الدوبامين في البرين وبالتالي هتلاقي common لكل الادويه دي لازم يحصل ايه لازم يحصل اللي هو الهالوسينيشن لازم يحصل الفولانتري موفمنت مع كل الادويه ايه اللي بيميز بقى ادفرس افكتيف دواء عن دواء نمره واحد لما تيجي تتكلم على السيليجين السيليجين ده اللي هو ايه ماو بي انهبيتور ده واحد من الميتابولايت بتاعته حاجه زي الامفيتامين الامفيتامين ده هي سي ان اس ايه ستيرويد فده متوقع ان يعمل العيان كمان انسوميا طبعا هو طلعوا حاجه اسمها راس جليد دلوقتي اللي هي ما بتحصلش ايه ما بتكونش الامفيتامين لكن احنا ملتزمين فقط بمين بالسيل جليد فقط كاكزامبل على المام في انهبيت طيب اماكن الدوبامين اجونست انا قلت هنعرف اثنين البراميبكسول والبروموكريبتين مبدئيا ايه الادفرس افكت بتاعتهم دول دوبامين اجونست سنترال ها هالوسينيشن والانفولانتري موفمنت ايه الحاجه الكاركترستيك لو هو بروموكريبتين ودي كانت مشكلته بقى ده واحد من الارجوت الكالويد والارجوت بيعمل فازوسبازم ففي مشكله بيعمل بريفرال اسكيميا لانه فازوسبازم والمشكله الثانيه ممكن يعمل فايبروزس كاردياك فايبروزس دي مشكله في البروموكريبتين اي ارجوت يبقى فيه مشكلتين دول طلعنا البرامي بيكسول وغيره دول اسمهم نون ارجوت ايه مزاياهم ها هل مش هيعملوا هالوسينيشن مش هيعملوا انفلانتري موفمنت ها هيعملوا لكن بقت الميزه اللي فيهم ايه ما فيهمش ايه ما فيهمش الفازوسباز ما فيهمش الفايبروزيس اللي ممكن يعملوا ظهرت منهم في حاجة اسمها اللي هي Impulse Control Disorder ايه دي؟ لو جيت طبعا بصيته في الفوت نوت تحت اللي هي ما بالناس دعوة بيها طبعا بس هو بيبقى حاجة كده ايه؟ فكرة بتسيطر على العيان لازم يعملها يفضل يعملها يفضل يعملها يفضل لا مش Obsession في فرق منها وساعات دي بقى بصينا لقينا مع الأدوية دي اما بياخد حاجه زي اللي هم الدوبامين اجونست دول بيبدا بقى فكره الجامبلينج ان يلعب قمار يلعب قمار يلعب قمار مسيطره عليه الفكره دي ممكن تجيله في صور ثانيه ممكن تجيله في صوره مثلا هايبر سيكشواليتي ففي امبلس كنترول حاجه كده بتخليه يعمل الحاجه دي على طول امبلس على طول بتخليه يعمل الحاجه طبعا هو اكتر مع بعض البريبريشن لكن انتوا عارفين ان السكند جنريشن من الدوبامين اجونست
فيهم ريسك للي هو الامبلس كنترول ده. حاجه بالسايتو تخليه يعملها ودي بتعمل مشاكل على فكره، يعني فكره ان هو القمار او يسرق دي مشاكل، يعني ممكن تدخله في مشاكل طبعا حاجه ليجل، فدي من ضمن المشاكل اللي بنشوفها مع الدوبامين اجنس. طب الامانتا دي قلنا ايه بيشتغل ازاي؟ بيزود الدوبامين ريليس، وممكن يبقى ان ام دي اي انتاجونست، وده بيبطا البروجريشن اوف ديزيز شويه. طيب الانت كابو في نقطه مهمه ايه؟ انت كابو لوحده؟ لا، دواء الوحيد اللي ما اقدرش ابدا بيه في علاج باركنسون. الادرس افكت بتاعته كلها هتبقى ريليتد لمين؟ الدوبا. هو زي الدوبا ان هو ما بيتاخدش لوحده. الحاجه الوحيده اللي ممكن يعملها ان هو ممكن يعمل اورنج كلر كلريشن في اليورين، يخلي لون البول غامق شويه او يبقى كده اورنج شويه. دي الحاجه الكاركترستيك اللي ممكن نشوفها. الامانتادين ده ما قلت قبل كده، امانتادين في حاجه كاركترستيك كادفرس افكت، هو برضو بيعمل نفس الادفرس افكت هالوسينيشن ويعمل الفولنتري موفمنت، لكن بيعمل حاجه اسمها الفيدو ريتيكولاريس، وده عباره عن سكين راش، نوع من السكين راش عنيف جدا جدا جدا، ده اسمه الفيدو ريتيكولاريس، ده حاجه كاركترستيك مع الامانتادين. يبقى تاني هقول لما نيجي نذاكر بالنسبه للسيليجيرين كلهم ايه؟ حاجتين ثابتين، هالوسينيشن والفولنتري موفمنت. حاجه للسيليجيرين خليك فاكر انه انفيتام فهيعمل شويه انسوميا اكتر للعيان. نمره 2 امانتادين خليك فاكر ان هو ليفيدو ريتيكولاريس اللي هي السكين راش، نوع من السكين راش عنيف قوي. لما اجي للدوبامين اجونست، دوبامين اجونست نون بروموكريبتين كايرجوت يبقى فازو سبازم وكاردياك فايبروزس، نون ايرجوت يبقى اللي هو الامبلس كنترول ديس اوردر وبس. فات عارف امبلس كنترول ديس اوردر عشان التفاصيل، لكن انا شرحت يعني ايه امبلس كنترول. لما تيجي للانت كابون تبقى عارف حاجه مهمه فيه. نمره 1 نيفر ان يستعمل لوحده، ده لازم يبقى ادجوفنت ثيرابي مع الاي دوبا. والحاجه الثانيه انه هو ممكن يعمل اورنج كولوريشن اوف يور، دي الحاجه الكاركترستيك في كل دواء تبقوا عارفينها تعلموا عليها علشان تبقى كاركترستيك. تعالوا بقى بعد ما قلت كل دراج سيبريت، تعالوا نبدا جاي لي عيان عنده باركنسون، تعالوا نفكر مع بعض نعالجه ازاي بالادويه اللي انا قلتها. على حسب البيشن. نمره 1 لو هو جاي بس انيشال بالتريمور ممكن ابدا بانتي ماسكارينيك، وده بيحصل كتير قوي. لكن اول ما يخش بقى في مرحله الهايبوكاينيزيا والريجيديتي انسى مين؟ انسى الانتي ماسكارينيك. تعالوا بقى في المجموعه بتاعتنا فكروا معايا، هو هنا ابدا بقى بمين؟ ابدا بامانتادين ولا ابدا بماو ال بي انهبيتور ولا ابدا بدوبامين اجونست ولا ابدا بال دوبا؟ لو اسوشيتد مع حقيقه دي قضيه كبيره جدا 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 هيخش فيها فاكتورز كتيره، يعني على ليفل الاندر جرادويت مش هتبقى حاجه يعني سهله ان احنا نتكلم، لكن هديكوا امثله. في مدرسه بتقول ابدا بال دوبا، وفي مدرسه بتقول لا ما تبداش بال دوبا، وكل واحد بيدافع عن وجهه نظره. هو ايه مشكله ال دوبا؟ تعالوا كده خليكم معايا. هفترض دلوقتي ادي العيان جاي لي باركنسون اهو، وادي عنده نيورون، واحنا اتفقنا ده ايه؟ ده ديجنريتيف ديزيز صح؟ هفترض هو جاي فانا ببدا ادي ال دوبا، ها في نيورون عنده يحول من ال دوبا الى دوبامين ولا لا؟ في نيورون، فالال دوبا هيشتغل صح؟ طب تعال بص بعد فتره ها هيبدا يحصل ايه؟ ديجنريشن، تدي ال دوبا يشتغل ها
فهنا في بقى وجهات نظر في الموضوع ما تكونش دعوه انتوا بيها قوي، ولكن هنتكلم فيها. في ناس تقول لك ما هو كده كده ال ال دوبا مش هيشتغل بعد فتره، ها فما تديه. في ناس تقول لك لا، على حسب سن المريض، لو سنه صغير شويه هبدا بدوبامين اجونست احسن. ليه يا عم تبدا بالغزل؟ لانه الفلكتويشن اللي بيعمله ها ال ال دوبا، فاكرين اللي هو الاند اوف دوز، قليل مع الدوبامين اجونست. فهي وجهات نظر يعني، ليفل بالنسبه لكم مش هخش، مش هنخش في الليفل ده، بس انا بقول لكم ان الموضوع مش بالبساطه اللي احنا بنتكلم بيها. في ناس تانية تقول لك ابدا بامانتادين، منطق لو الحاله لسه ايه فاولها. ليه؟ عندك ميول، عندك ميول ما بص. وقال التاني ابدا بس توقع بالامانتادين بعد شويه يحصل منه ايه توليرنس، مفعوله هيروح، ده متوقع. في ناس تقول لك وانت لسه في الاول ابدا بالماوبي انهيبيتور، هيحافظ لك شويه والعيان هيتحسن. بعد شويه مش هيديك اي ريسبونس، ابدا خش بالدوبامين اجونست او خش بال اللي هو الاي دو. فهي وجهات نظر في العلاج، مش مفيش حاجه فيكسد يعني، مفيش حاجه بقدر اقول ان هو ده الصح. زي ما قلت لكم دخل فيها فاكتور الايج، دخل فيها فاكتور هو جاي لك في انهي مرحله. يعني من ضمن الحاجات الظريفه اللي بتتقال في حاجه زي كده، ان العيال اللي جاي في بدايه المرض هم حتى ليهم اسم كده يقول لك ده الهاني مون بتاع المرض، اللي هو هيديك ريسبونس لمين؟ للال دوبا. بعد شويه انت متوقع في ريسبونس للال دوبا؟ ليه؟ لان حصل دي جنريشن. ففي ناس تقول لك طب ما تاخد الوقت ده الاول، او يا عم سيبه وخش على الدوبامين اجونست. فهي يعني انتوا بالنسبه لكم مش القضيه دي. ممكن تبدا، احنا بالنسبه لنا خليكم فاكرين انك ممكن تبدا باي حاجه. النقطه المهمه اللي احنا بنذاكر بالنسبه لنا على يعني كاندر يعني، لما اجي اقول تريمورز ممكن تختار مين؟ انت ماسكلينيك. لكن لو قلت براديكاليزيا و ريجيديتي ما ينفعش تختار ايه؟ انت ماسكلينيك. دي نقطه. الحاجه الثانيه لما اجي اقول انت كابون ما ينفعش يبقى لوحده، مفيش حاجه اسمها انت كابون. انت بتدي انت كابون امتى؟ بتديه مع ال دوبا علشان تحافظ عليه. فدي نقط بالنسبه لنا احنا كاندر جراديوت نبقى اوير بالنقط البسيطه دي. لو انت بتدي ال دوبا وحصلت منه مشاكل، عالج لي المشاكل. فوميتنج ما تختارش ميتوكلوبرامايد، تختار مين؟ تختار الدوبريدون. لو ظهرت منه الاند اوف دوز وظهرت منه بقى الاون اوف، ظهرت الاند اوف دوز ممكن تضيف مين؟ ممكن تضيف سيليجيلين، تضيف انتكابون، تضيف امانتادين، ضيف. لما اجي ظهرت منه اوف فينومينا ها يبقى هنا لازم تشتغل ايمرجنسي، فهتدي الابومورفين سبكوتينيوس انجكشن في الاوف فينومينا. حاجه ثانيه، اما اجي اقول لك مريض باركنسون ايه علاقه الدايت بمريض بياخد ال دوبا؟ تاخد بالك من موضوع مين؟ موضوع البروتين دايت. ليه البروتين دايت بيبقى فيه مشكله؟ لان هو الابزوربشن بتاعه بيبقى ده كامل على الامينو اسيد، وبالتالي هيحصل كومبيتيشن. نفس الفكره اما اجي اقول لك فيتامين بي 6، خد بالك فيتامين بي 6 ممكن يعمل ايه؟ ممكن يقلل الاكشن بتاع ال دوبا. فانت هنا يعني اللي انا بقوله ده مش موجود عندنا في النوس، بس ده حاجه ريكومندد. كنا زمان ما تديش بي 6 خالص، فما بتدي ال دوبا بس. لكن مع ان انا بقيت ادي كارب دوبا بقى في ليميت. فانت هنا مسؤوليتك انك انت وانت بتختار للعيان مالتي فيتامينز، خد بالك تبقى فاهم انت بتختار انهي مالتي فيتامين، ما تديش حاجه فيها اكسترا دوز من البي 6، وده موجود في السوق كتير على فكره. فلو انت بتختار خد بالك من كميه البي 6 اللي بتديها للمريض بتاعك. ده كده يعني النقط اللي بالنسبه لنا نبقى اوير بيها. لكن صعب ان يبقى انتوا تعرفوا تبداوا بمين، لانها قضيه كبيره قوي، مش قضيه سهله وفيها ديبيت بقى. يعني الاول مره يعني هقول ما اقدرش تيجي في امتحان لسبب، لانها ما ينفعش تبقى يعني محتاجه هاتوا رأي. فانت ممكن تقول ممكن ابدا عشان كذا، ما ابداش عشان كذا، دي كده فيها اراء، فبالتالي محتاجه يعني الناس عندها فكر معين وانت بتستعمل حاجه زي كده. اوكي.
في اي سؤال في ال فاضل حاجه كلمه صغيره عن الالزهايمر مش هقول عليه الكلمتين برضو الالزهايمر يا جماعه نيورو ديجنريتيف ديزيز وبرضو الالزهايمر ها العيان لو سبت المريض بعلاج من غير علاج ها العيان هيخش في الفول بيكتشر بتاعه الالزهايمر دي حاجه معروفه عن الالزهايمر هي طبعا بتبدا هي فكره يعني برضو انت عارفين يعني ايه ميموري اكيد وعارفين الميموري دي فيها ايه فيها ايه الميموري فيها كل ما يخص حضرتك من ساعة الولادة لحد دلوقتي أو بعد كده يعني حضرتك اليورينيشن والديفيكيشن كنترول دي ميموري استعمالك للألم ده ميموري أنت حاجة عملتها حفظها فبتطبقها بعد كده كل ده ما يخص الميموري طبعا علاجه بما ان النيوروجينيتيف برضو علاج بيبقى سيمتوماتيك وده في بعض الادويه طبعا بتنزل بقى اللي هو يعني لو سمعتوا عنها في حاجه اسمها اللي هي الاورفان دراج وبينزل من فيستو لان ما عندناش علاج للالزهايمر هو ادويين هتعمل ايه في الاسيتايل كولين بتحاول تزود الاسيتايل كولين حاجه زي الريفاستاجمين ادي واحد ايه الريفاستاجمين ده هو ده الابروفد دلوقتي وهو ده اللي بيستعمل كحاجه انتي كولين استريز وبندي هنا برضو ان ام دي اي انتاجونست وده موجود في السوق في مصر هنا بدي ان ام دي اي انتاجونست ليه فكره ايه برضو فكره الديجنريشن وانا بقلل الجلوتاميت وبقلل السيتوتوكسيستي اللي ممكن تحصل من الجلوتاميت واللي هو الميمانتين يعني اللي عايز يعرف يبقى عارف ان في دوايين اكتر دوايين بيستعملوا كل بقى الدراجز اللي عندنا كل دي بقى حاجه ريسيرش تدي نون ستيرويدال تدي مش عارف ستاتين كل ده كلام حلو قوي وجميل ولكن خلينا فاكرين ان الالزهايمر غالبا ما بيبقاش فيه برضو علاج في اي سؤال اوكي شكرا